وفي خبر آخر، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش اليوم الخميس بولاية الوادي أن الجزائر الجديدة تبدي رغبة حقيقية في وضع سياسة طموحة لبعث السياحة، مبرزا أهم محاور استراتيجية تنمية وتطوير السياحة الصحراوية. الوزير وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للطبعة السادسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية تحت شعار ألف نجمة ونجمة، دعا الجميع للمساهمة في جعل القطاع السياحي كعنصر أساسي في المورد الاقتصادي خارج المحروقات والرفع من الانتاج الوطني على غرار البلدان التي ترتكز على مداخيل أساسها النشاط السياحي. مراسم افتتاح المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية من ولاية الواد ولاية ألف قبة وقبة تحت شعار ألف نجمة ونجمة، شاكرين السيد الوالي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ولكل أبناء ولاية الوادي العريقة. يندمج هذا المهرجان في إطار مساعي الدولة لتنمية تطوير السياحة الصحراوية التي تعد من ضمن أولويات قطاع السياحة، وذلك اعتبارا لما تتوفر عليه بلادنا كنوز وتراث مادي ولا مادي، مناظر طبيعية خلابة خاصة في الجنوب الذي يعتبر القبلة المفضلة لدى السياح الأجانب الذين يعرف توافدهم تزايدا مستمرا في السنوات الأخيرة. كما نسعى من خلال تنظيم هذا الحدث إلى ترقية الوجهة السياحية الوطنية لإعادة وضع الجزائر ضمن الخريطة السياحية العالمية وتعزيز موقعها وجعلها بلدا سياحيا رائدا على المستوى الدولي.